صباح الخير وصباح الرضا وصباح السعادة على كل مشاهدي صباح البلد. النهاردة عايزين نتكلم على ان احنا خلاص دخلنا على فصل الشتاء ومعظمنا بناكل وبنقعد ما بنعملش نشاط. انا ما بتكلمش على ان انا هروح الجيم، نشاط ان انا انزل مثلا اتمشى نص ساعة، ان انا اعمل اي اكتيفيتي او اي نشاط يحرق الدهون. كبار السن لما يكون عندهم نسبة الدهون عالية في الدم ده يعمل لهم مشاكل كبير جدا. طب احلها ازاي وهم سنسيتيف جدا وحساسين جدا في النقطة دي؟ اعالجها ازاي وازاي جهاز المناعة برضه هيتصدى للموضوع ده؟ ده اللي هنتكلم عليه النهاردة. بس اسمحوا لي الاول ارحب بضيفي اللي منورني النهاردة في استوديو صباح البلد، دكتور مصطفى حامد، استشاري الامراض الصدرية والبطنة والمستشار الطبي لشركة AMD. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بك. اول حاجه دكتور بقى احنا دخلنا على الشتاء والناس كتير بقى ايه بدات تعيا وبدات ومعظمنا بنحب ناكل ونقعد، ده اللي بيدينا ايه انرجي بيدينا طاقه، بس برضو احنا بنزيد في الوزن. يعني قصه حركه ونشاط وبنروح المصيف والبحر بنعمل اكتيفيتيز، الشتاء لا انا باكل وبقعد وبتخن. طب ده ممكن يعمل لي ايه؟ ممكن اقول على المدى البعيد. طيب هو مبدئيا كلام حضرتك مظبوط بالنسبه لموضوع زياده الوزن المرتبطه بدخول فصل زي فصل الشتاء. طيب هل الموضوع يقتصر بس فقط على زياده الوزن؟ لا، هو بيقتصر على مشاكل كثيره جدا جدا بتبقى معانا، من ضمنها ممكن زياده نسبه الدهون في الدم، ولازم نبقى فارقين بين نوعين من الدهون. في حاجه اسمها احماض دهنيه مشبعه ضاره، وفي احماض دهنيه غير مشبعه نافعه. مش فاهمين بقى اي حاجه. أو ايه الفرق ما بينهم؟ ايه الفرق ما بينهم؟ احنا مبدئيا كده جسمنا بيحتاج نفس النوعين من الدهون دول. ولكن للاسف لما بتكتر الاحماض الدهنيه المشبعه اللي بنسميها احنا في حاله زيادتها تبقى ضاره، ودي بتبقى موجوده في الاكلات اللي بتبقى الجانك فود والاكلات السريعه غنيه جدا بالزيوت والدهون والحاجات اللي زي كده. للاسف احنا بيبقى عندنا في زياده في نسبتها. فالزياده في الثلاثينات يا دكتور كمان بداوا ان هم يتعرضوا لحاجات اللي هو قلبه. طبعا ده غير ان اصل هي الموضوع مش من الثلاثينات كمان. الموضوع بيبدا يتكون من اول ما ببدا اكل ابني اكل من بره. الموضوع طيب تراكمي. طبعا تراكمي، لان انا بزود نسبه الدهون عندي. طب هي لما بتزيد نسبه الدهون بتعمل ايه؟ بيبدا تجري في الشرايين المغذيه لعضلات الجسم كلها او لاجهزه الجسم. تمام. تبدا الدهون الزياده دي بتلاقي الوعاء الدموي تبدا تترسب على الوولز بتاعته على الجدران الوعاء الدموي. تمام. طب في ترسبات عن ترسبات تفرق، في اماكن بتبقى حيويه جدا في جسمي ان هي فعلا بتزيد فيها الترسبات زي عضله القلب او او المخ. بيبقى الشرايين المغذيه للمخ او مغذيه لعضله القلب بيبدا تراكمات الدهون دي تبدا لحد ما يعمل في الاخر حاجه زي انسداد. اوكي. طيب هل شهور او الشتاء اللي احنا فيها دي بتساعد على ذلك؟ طبعا انا دلوقتي عندي المشكله عندي في حاجتين. ان انا ممكن اكل وحركتي ضعيفه، بس انا بحاول اكل عشان اورد الطاقه. بالزبط. عشان ادفي نفسي. بالظبط. طيب هل في فيتامينز معينه او مكملات غذائيه على الاقل تتخلص من الدهون اول باول من جسمنا طول ما احنا مستمرين عليها؟ طبعا في حاجات زي كده، ومن ضمنها هي الاوميجا 3 من اهم الحاجات، من اهم العناصر ويمكن الاوميجا 3 هو مكون رئيسي من مكونات الكولوسيس. تمام. الاوميجا 3 هي احماض دهنيه غير مشبعه نافعه. طيب هل بتيجي من مصادر كتيره؟ بتيجي من مصادر كتيره، في مصادر بحريه ومصادر حيوانيه ونباتيه. تمام. ولكن اغناهم المصادر البحريه زي زيت كبد الحوت. اوكي. طيب زيت كبد هيفيدني بايه بقى؟ هيفيدني في ايه في حاجه زي كده؟ دلوقتي انا الاوميجا 3 احنا دايما بنسميها الكناس. يعني ايه الكناس؟ يعني هي وظيفتها انها تكنس كل الدهون الضاره اللي حتى المترسبه على الجدران عندنا اول باول. طبعا لما بتيجي تكنس الدهون دي انا بحافظ على الوعاء الدموي، حتى الدم بيمشي بسرعه معينه. ده رقم واحد. أوكي. رقم اتنين ان انا ما بيحصلش ترسبات بصفه مستمره. فبالتالي انا عندي لما بقول ان اخد اوميجا 3، خلي بالك الاوميجا 3 يمكن الموجوده في الكولوسيس انا محتاج كميه كبيره كل ما كبرت في السن. أوكي. يعني بتوصل لدرجه ان انا محتاج من جرام ونص ل 3 جرام في اليوم. الكميه دي صعب ان انا اقدر الاقيها. في ناس يقول لك طيب يا دكتور ده ممكن اكل مصادر بحريه زي السمك والكلام ده. انا لا اعترض على ذلك، ولكن هل هيوصلك للجرعه اللي انت محتاجها كل يوم؟ طبعا بالتاكيد هتبقى النقطه دي لا، مش هيوصلني للجرعه. فاذا انا محتاج من مساعده خارجيه. تمام. المساعدة الخارجية لابد انها تبقى غنية. طيب في بعض الناس تيجي تسألني تقول لي طب يا دكتور انا هضطر احتاج ما ممكن اخد اوميجا 3 جاست اوميجا 3. مش لازم الكولوسيز. هو بينوه لنقطتين. الاوميجا 3
هي الموجوده في زيت السمك تختلف على فكره عن الكولوسيز. يعني ازاي بقى؟ الكولوسيز هو زيت كبد حوت يحتوي على فيتامين الف ودال واوميجا 3، تمام، لكن زيت السمك العادي هو اوميجا 3. طيب هل انا محتاج اوميجا 3 بس ولا محتاج فيتامين الف ودال معاهم؟ ما هو لازم ادور على النيدز بتاعتي، لازم ادور على احتياجاتي، انا عايز ايه؟ طيب احنا بنتكلم على فصل الشتاء، احنا اتكلمنا على صوره واحده الا وهي نسبه زياده نسبه الدهون في الدم، لكن هل فكرت انك انت زياده نسبه الدهون في الدم وممكن اكون مريض ضغط او مريض قلب او مريض سكر او عرضه للامراض دي نتيجه لان انا عندي والدي او والدتي مصابين بيهم، او اكون شخص هايبر ليبيديميك يعني زياده نسبه الدهون عندي عاليه؟ اوكي، وارد الكلام ده كله جينيتك. جينيتك طبعا. فبالتالي انا لما باجي اتكلم على فيتامين الف ودال يبقى انا بتكلم على حاجه تزود المناعه عندي، ده رقم واحد. رقم اتنين، حاجه تقلل الانسيدنس لمرض، لو مرض، لو انا مثلا معرض لمرض السكر نتيجه ستريس في شغلي، نتيجه ان انا عندي حاجه وراثيه، ممكن يكون والدي او والدتي، ممكن يكون نتيجه ان انا راجل باكل بكميات كبيره. ما بيظهرش عليا لان انا بحرق، لكن اوريدي باكل بكميات كبيره بستهلك اكتر. فبالتالي كل ده انا عرضه ان ممكن يجي لي مرض سكر، مرض ضغط، ممكن يجي لي قلب نتيجه ترسبات الدهون اللي بنقول عليها زياده. هما بيقولوا برضه يا دكتور احنا طول اليوم بره، ما هو يعني هنجيب بقى الاكل الصحي مظبوط، وفي ناس بتشتغل شغلانه واثنين وثلاثه، فبالتالي هو ما بيكونش موجود في البيت، فبالتالي هو يعني زي مجبر ان حاجه زي كده بره. بس كلوسيز ممكن هو يكون العنصر الوحيد، هو طوق النجاه في القصه اللي زي دي. هبقى صريح معاك في ايه بالظبط. انا دلوقتي قاعد بره، فبالتالي انا محتاج حاجه تقوي مناعتي، ده رقم واحد. حاجه تنزل الدهون عندي في الدم، رقم اتنين. حاجه تديني الطاقه والحيويه والنشاط. الكولوسيز في القصه دي مهم جدا جدا، الطاقه والحيويه والنشاط. انا كلنا انا عايز اقول حاجه من ضمن الحاجات المهمه في الكولوسيز، انا ممكن اضطر اكل كتير وحجتي ان انا احيانا ومش قادر اتدفى، صح كده ولا انا غلطان؟ صح. طيب انت بتاكل كتير عشان تحول الموضوع ده لجلوكوز للطاقه. والجلوكوز بيديك 36 اي تي بي اللي هم عنصر الطاقه اللي انت عايزه. طيب ايه رايك بقى ان الاوميجا 3 اللي هو المصدر او المكون الرئيسي في الكولوسيز او الكولوسيز بمعنى صح بيديك 146 اي تي بي. اوكي، يعني بيديك اربع اضعاف الطاقه اللي بيديها لك الجلوكوز، وفي نفس الوقت ما قدرتش اتعرض للمشاكل الكتيره جدا اللي بقدر اخدها من الاكل. أوكي. الزياده منها السمنه، منها ارتفاع نسبة الدهون في الدم، منها الأمراض اللي خطيرة زي الضغط والسكر، بالذات لو كنت مريض ضغط أو مريض سكر. أنا في حاجات كتير جدا ممنوع منها كمريض ضغط، في حاجات أكتر ممنوع منها كمريض سكر. فبالتالي أنا لما باجي أدخل ثقافة المكمل الغذائي في حياتي، أنا بحمي نفسي من حاجات كتير. وخلي بالك يعني إحنا دايما بنخاف من فصل الشتاء، بنخاف من الأمراض الكتير المنتشرة فيه، بنخاف إن أنا ما بتحركش وما أعملش طاقة، لدرجة إن أنا بلبس هدوم كتيرة. في الصيف ببدأ ألبس هدوم خفيفة، حركتي بتبقى أخف. حتى الطفل الصغير اللي دايما منتظرين منه إن هو يمشي، منتظرين منه إن هو يقعد، بنلاحظ إن النقطة دي طبعا بنلاحظ النقطة دي تأخر فصل الشتاء. ليه؟ بكون ملبساه حاجات كتيرة جدا بالزبط. فبالتالي هو مش قادر يتحرك، هو مش قادر يعمل ولكن هو بيعدي عليه شهور، فمن الأم محتاجاه تشوف مراحل نموه. الكولوسيز في القصة اللي زي دي بيوريك مراحل النمو، لأنه بيحتوي على فيتامين د، بيحتوي على فيتامين ألف. طب ليه دايما في ديفيشنسي أو مثلا نقص في فيتامين د حتى التحليل بتاعه لوحده؟ بصي هقول لك حاجة، هي بالنسبة لنا فعلا بيبقى في ديفيشنسي بالنسبة لنا نظرا وخصوصا فصل الشتاء. احنا المصدر الرئيسي عندنا الفيتامين د هو أشعة الشمس. فبالتالي انا معرض، مطلوب مني ان انا اقعد في وقت معين في اشعه الشمس، وقت الصباحي او قبل المغرب، ما بين العصر والمغرب، دول اكتر وقت ممكن جسمي يقدر يكون تعرض لاشعه معينه من اشعه الشمس تقدر تكون فيتامين زي فيتامين د عندي. دي نقطه، ده بجانب ان انا محتاج مساحه كبيره من جسمي. تمام. طب دي نقطه ما تقدرش توفريها في الشتاء، لان اوريدي حاجه زي كده ممكن تعرضني لان انا اصاب بالبرد او بخلافه، وبالذات مع درجات الحراره المنخفضه. تمام. فبالتالي انا محتاج مكمل غذائي يقدر يديني الجرعه اللي محتاجها في اليوم. يعني ما نقولش عليه دواء؟ لا طبعا، ده سبلمنت مكمل غذائي. شوفي الدواء او بمعنى صح الحاجه الميديكال او الميديكامنتا زي ما بيقولوا الجماعه الالمان، لا، دواء معناه ان انا لابد روشته الطبيب لابد من وقت معين، ولابد انها تقدر تتمنع، لان مفيش دواء بيستمر. طب هما يقولوا يعني طب وانا هروح الدكتور هيكتب لي فيتامين؟ لا ده اكيد هيكتب لي دواء.
فيتامين ايه اللي انا هاخده مثلا من الدكتور؟ طب ما انا باخد مالتي فيتامين، مش لازم يعني. طيب لا، المالتي فيتامينز برضو اللي حضرتك بتاخدها او اللي حضرتك بتاخديها هي برضو عباره عن فيتامينز كتيره، ممكن تكون فيتامينز كتيره منها جسمك مش محتاجها اصلا، جسمك مش محتاجها، فبالتالي هتبقى اوفرلود عليا. تمام. واوفر دوز، هبدا اخفف اعراض لكن هعاني من اعراض ثانيه. الكلوسيز بعيد تماما عن القصه دي. تمام. لان هو مكمل غذائي ناتشرال، يعني طبيعي. اوكي. مش مخلق، دي نقطه. النقطه الثانيه، هو بيديك الجرعات اليوميه اللي بيحتاجها جسمك على اليوم الواحد خلال 24 ساعه. يعني بمعنى صح، انا لو جيت هقول ان انا خدت الكبسوله بتاعتي الساعه 7 صباحا في بدايه عملي، في بدايه شغلي، في بدايه روحت المدارس او الجامعات، دي نقطه. الكبسوله مفعولها هينتهي، او بمعنى صح هتغذي الجسم لحد ثاني يوم الساعه 7، فبالتالي انا محتاج الكبسوله الاخرى ان انا ابدا اخدها. تمام. فمفيش تراكم لحاجه في جسمي. بس كده هم برضو يعني لوحدهم بقى هيبتدوا ان هم ياخدوا جرعات بمزاجهم. انا عايزه اقسمها، انا عايزه اقسمها لفئات عمريه. بصي، كل حاجه بالعلم. العلم هو دايما اللي بيحركنا، هو دايما بيوصلنا للنقطه اللي احنا عايزينها. طيب احنا عندنا فئه عمريه تقدر تحتاج كبسوله، عدد كبسولات معينه. تمام. من سن سنه لثمان سنين. شوف احنا قلنا سن سنه لثمان سنين يا جماعه، مهم جدا مرحله البناء. كل ما ابدا من الاول كل ما يبقى افضل بكتير بالنسبه لي. ليه؟ هحس فايده الكولوسيز معايا. من سن سنه لثمان سنين هي كبسوله واحده في اليوم. تمام. كبسوله صغيره جدا جيلاتينيه بفضيها على اي حاجه بيحبها الطفل. تمام. طب فوق ثمان سنين هي كبسولتين، والكبسولتين اللي انا محتاجهم هم اللي بيدوني اللي انا محتاجهم من فيتامين ا ودال والاوميجا 3 عن اليوم الواحد بتاعي. طيب فرض ما، هل ممكن اخد ثلاث كبسولات؟ اه ممكن تاخد ثلاث كبسولات في حاله واحده. ايه؟ انك انت ممكن لو صاحب مرض مزمن زي الضغط او السكر او القلب. تمام. وهاصاب عندي نسبه دهون عاليه خايف منها، او عندي في وباء منتشر زي الفيروس المختلف. طب احنا في المرحله دي يا دكتور مصطفى احنا كلنا معرضين طبعا للاوبئه دي. طبعا. طب انا بقى اعلي الجرعه ازاي؟ هاخد الثلاثه ولا هعمل ايه؟ لما ببقى معرض وعندي حد في البيت مصاب او سمعت في اصابه قريبه من مكان قريب مني بتردد عليه. تمام. اخد ثلاث كبسولات، ده انا في حاله لو كنت من كبار السن او كنت من الاشخاص اللي هم بمعنى صح عندي سكر او ضغط او قلب، كل دول بيعاني من ضعف المناعه، فبالتالي انا محتاج اقوي المناعه عندهم. تمام. محتاج ان انا نسبه الدهون عندهم عاليه. فمحتاج ان انا الاكل اللي بياكله انزل نسبه الدهون فيها. تمام. كل ده الكولوسيز بيقدر يعمل حسابها كويس جدا. فبالتالي الموضوع مش هنقول عليه ايه يعني، دايما حتى لما بيبقى عامل تحليل دهون في الدم ليبيد بروفايل ولاقي النسب عندي عاليه، باخد علاج لحد ما النسب تستقر عندي. العلاج الاول ولا كولوسيز؟ العلاج الاول لو النسب عاليه. العلاج الاول بنزل بيه الجرعات. تمام. طب هل الكولوسيز يتاخد مع العلاج؟ طبعا. الاثنين اوريدي بتاكل. اوريدي بتاكل. هو الكولوسيز بيحاول يخلص الدهون اللي في اكلك اللي اوريدي كلت منها، فبيحاول يخلصها من جسمك. فبالتالي انا محتاج حاجه كمينتنس دوز، كجرعه ثابته او جرعه تحفظيه بمشي بيها، اللي هو الكولوسيز اللي هو المكمل الغذائي. ولكن بالنسبه لي العلاج هو الطبيب المختص بالدهوني. طب انا هاخد علاج على طول مدى الحياه؟ لا، مش هاخد علاج مدى الحياه. مش علاج. لانه في الاول في الاخر هي كيميكالز. فانا محتاج حاجه ناتشرال اقدر اخدها ما تضرنيش. لان دايما حتى دايما يقول لك خلي بالك مع علاجات الدهون في الدم، العلاجات انك انت مهم جدا تحافظ على نسب وظائف الكبد كويس، لان الحاجات دي بتتحل عن تحول لاكتف فورم عن طريق وظائف الكبد. تمام. او خلافه. لكن الكولوسيز انا ما بقولكش تاخد الكولوسيز لابد انك تحلل وظائف كبد او وظائف كلى او خلافه، لان دي حاجات ناتشرال جسمك اوريدي بياخدها. فبالتالي الاستمراريه عليها هي من اهم الاشياء، انك تستمر. فمش اهم حاجه احنا قلنا من اول سنه لثمان سنين. مظبوط. في امهات بيشوفوا ان هم يعني مسؤولين عن الامراض اللي بتحصل للطفل مثلا من اول سنه، يعني هي هتاخد جرعه وهتدي الطفل جرعه، برضه ممكن يتلخبطوا في الجزء ده. شوفي احنا بالنسبه لنا دايما بنقول لي من سن سنه. لان الام دايما احنا بنقول لها من بعد الشهر الثالث من اول الرابع لازم تاخدي كولوسيز. لازم. بتاخدي كبسولتين. تمام. طيب اوريدي الجنين خلاص تمت الولاده. فهي الموجود ده هيبقى موجود في الرضاعه الطبيعيه عند الطفل. تمام. لكن مش كل الاطفال بعد سن السنه بيستمروا في الرضاعه الطبيعيه. فبالتالي انا بقول من سن سنه. اوكي. يعني ممكن، فعشان كده مهم جدا النقطه دي. نورتني يا دكتور مصطفى، ودايما كده يعني ايه بتغذينا كده بثقافه المكمل الغذائي والسبلمنتس، وازاي ان احنا نقدر نعيش حياه بصحه كويس. انا بشكرك. اشكرك.
بشكر دكتور مصطفى حامد استشاري الامراض الصدريه والبطنه والمستشار الطبي لشركه AMD. مشاهدينا كده تكون خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا. اشوفكم في يوم جديد في رعايه الله.